أنا أنتمي إلى عائلة باهبري. أنا شخصياً ولدت في مكة في عام 1373 هجرية في بعد وفاة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بأيام، وقضيت طفولة سعيدة جداً في ذلك المنزل لأنني كنت أول طفل يولد فيه. أنا كنت طفل وحيد، لأول 5 سنوات من عمري لم يكن لي أشقاء. شقيقي التالي مباشرة أخوي رياض أتى بعدي 5 سنوات. خلال 5 سنوات هذه أنا كنت فيها فعلا أبحث عن أي أحد ألعب معه، وللأسف لم يكن هناك من ألعب معه، فكان معظم وقتي مع والدتي. وكانت والدتي مربية حازمة، لا تسمح بالعبث ولا تسمح بالتجاوز، وحتى بعد أن دخلت المدرسة وأصبحت كبير كانت هي المسؤولة عن متابعة دراستي، وهي التي تعاملني بحزم وشدة، بينما رحمة الله عليه والدي طوال عمره كان يدللني ويشعرني إني حبيب إلى قلبه. فهذه يعني رغم أنها كانت معاناة في بداية حياتي في أول 5 سنوات، ولكن فيما بعد فادتني كثيرا. كيف فادتني؟ فادتني أني كنت وحيد ولم أجد شيء أتسلى به سوى القراءة، وكان والدي يشجعني على ذلك، فكان يشترك لي في مجلة سمير ومجلة ميكي ويشجعني على قراءتها، وكانت تلك المجلات في ذلك الوقت يعني صحافة الأطفال كانت عبارة عن وجبات ثرية فيها ثقافة، فيها معرفة، فيها تسلية، فيها متعة، فكنت يعني أنتظر المجلة من الأسبوع للأسبوع حتى أقرأها. وأيضا كانت تسلية والدتي هي أن تستمع إلى الإذاعة، فكنت أشاركها أجلس معها وأسمع الإذاعات، وكانت تسمع دائما تمثيليات. في تلك الفترة لم يكن هناك إذاعة سوى إذاعة القاهرة التي تصلنا بقوة، حتى الرياض ما كان فيها إذاعة. في مكة لما نروح في إذاعة مكة، لكن في الرياض ما كان موجود إلا إذاعة القاهرة، وكان الناس تلتقطها بإريال وتضع على السطوح سلك طويل حتى أو أنتن حتى تلتقط، وكنت أستمع إلى يعني الإذاعة والتمثيليات والبرامج الثقافية، وهذا أيضا جعلني أنضج ثقافيا قبل أقراني.